في خطوة تحذيرية قد تمهد لخفض وشيك للتصنيف السيادي للبنان، خفضت وكالة التصنيف الدولية ستاندرد أند بورز تقييم تحويل المال والعملة من بي بلس إلى بي ماينس في لبنان، إلا أنها نوهت بأنه على الرغم من تزايد المخاطر فقد استطاعت الدولة الالتزام بجميع مستحقاتها. وأعلنت ستاندرد أند بورز في أحدث تقرير لها أنها قد تخفض التصنيف السيادي للبنان في حال فشلت الحكومة بالتحقيق في تنامي الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية بشكل يعيد ثقة المودعين، خصوصا إذا ما اقترن ذلك بضعف في ربط الليرة اللبنانية بالدولار الأمريكي، ما قد يهدد قدرة الدولة على تلبية استحقاقاتها وحاجاتها التمويلية الخارجية. هل سيذهب لبنان إلى تأجيل واستمرار حكومة تصريف أعمال أو إلى تشكيل حكومة فيها نفس إصلاحي إنقاذي؟ أنا مطلب إنه محاربة الفساد أكيد، وشو اسمه، وفرص عمل لكل الشباب اللي عم بيخلصوا دراستهم، ومثل كل المطالب اللي طالعين يعني، واكيد يتحسن البلد وبس. مطالب اللي عم يطالب فيها الشعب كتير محقه، وهيدي الثوره يعني اذا صارت هلا تاخرت لصارت كان مفروض تصير من زمان، لان الشعب ما عم يطالب بشيء، يعني ما تدخل فيهم اول شيء بالسياسه ولا حكي شيء، بس عم يطالب بالقصص الاقتصاديه، يعني حقوقه المدنيه اللي هي حقوق الطبابه، ضمان الشيخوخه، غلى الاسعار، تامين المدارس للناس الطبقه الفقيره اللي ما قادره تدفع لاولادها، بتحكم اولادها وتعلم اولادها. سو هيدا كله مطالب محققه اي شعب بالعالم بيطالب فيه، وهيدا الشيء هن لازم يامنوه قبل ما العالم تطالب فيه. هلا الثوره اكيد اجت بوقتها وكانت كتير منيحه الثوره، واللي تجاوب من السياسيين مع الثوره بعتبره انا شخص محق، واللي ما تجاوب بيكون شخص منه محق، لانه هيدا الشيء هن السياسيين لازم لحالهم يقولوا لهم للشعب معكم حق، هيدا الشيء حقكم، وبالمقابل ما يوقفوا ضدهم، واذا ما وقفوا ضدهم بنقدر ساعتها نطلع بالبلد ونحسن البلد كلنا ايد وحده. انا مطالب اللي عم يطالبوا فيه الثوار، ونحن مع الثوار، انا مع مثل كل العالم، بس يا اختي مين بديل؟ انا معهم، وخاصه هالشباب هذا الجيل بيقول لك ما بدنا حدا، ما بدنا حدا، يا خيي مين البديل؟ حطوا البديل، طلع عرف مين هو البديل.